ارحب بمخرج العمل هتولي راجل المخرج محمد شاكر خضير. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا. يبارك لك على الفيلم النهارده، وعايزينك بقى تكلمنا عن هتولي راجل. والله هتولي راجل فيلم رومانتك كوميدي ببساطه، يعني فكرته مبنيه على ايه اللي يحصل لو الستات حلت محل الرجاله. بنحكي ثلاث حواديت او ثلاث قصص حب يعني في الافتراضيه دي او في العالم اللي مبني على كده. عايزين نعرف ده اول عمل ليك في الاخراج؟ ده اول فيلم سينمائي ليا. عملت حاجات تانية بس ده اول تجربه سينمائيه ليا. يعني كلمنا ايه اللي جذبك للسيناريو علشان تقوم بفيلم هتولي راجل؟ اللي حمسني على السيناريو هو كذا حاجه الحقيقه، بس يعني اول حاجه ان الرومانتك كوميديز بقت قليله جدا، ودي نوعيه قريبه من الناس قوي، يعني ايام ابن حميد واشاعات حب. الحاجه الثانيه انه مبني على افتراضيه، الافتراضيه اللي انا حكيت لكم عليها، والافلام دي برضو موجوده في كل حته في الدنيا بس عندنا قليله شويه. ثالث حاجه ويعني ده الاهم بالنسبه لي، الفيلم بيناقش موضوع انا مقتنع بيه جدا، هو ان احنا في مجتمع ذكوري جدا، فمشاكل المجتمع الذكوري دي بنناقش شويه منها في الفيلم، ودي حاجه جذبتني الحقيقه. اختيارك لفريق العمل وازاي قدرت تعمل التوليفه الجميله دي في الفيلم؟ والله اختياري فريق العمل هو الفيلم جالي عن طريق شريف رمزي الاول، وبعدين توالت الترشيحات، قابلت بعد كده احمد الفيشاوي وتحمس جدا، وانا حظي كان حلو الحقيقه مع الممثلين اللي معايا في الفيلم، سواء الممثلين الابطال او ضيوف الشرف. يعني شايف الفيلم ظروفه في العيد دوت ان هو هينزل في ظروف حظر التجوال، هل شايف ده ممكن ياثر على ايرادات الفيلم؟ والله اكيد حظر التجوال ممكن يؤثر على ايرادات الفيلم، بس انا اللي اقدر اقوله لك ان احنا عاملين فيلم مختلف شويه عن السائد. اتمنى ان الناس لو مش عاجبها السائد وعايزه تغير فعلا، سائد الافلام المختلفه مش فيلمنا بس على فكره، اي حد تاني بيحاول يعمل حاجه مختلفه لو هي محترمه او لو في وجهه نظره تستاهل انه ينزل من بيته ويدفع فيها فلوس ويتفرج عليها. انا عرفت ان الفيلم دلوقتي ممكن يكون بيتعرض في العراق، عايز اعرف رايك ايه؟ حلو، يعني مصر طول عمرها هي يعني الاصل في السينما تحديدا للعالم العربي، فكويس جدا ان احنا نفضل نصدر افلامنا لان كل الوطن العربي بيحبها، فدي حاجه كويسه جدا. طب نشكرك جدا معانا يا محمد، نورتنا في اخبار اليوم. شكرا جدا. شكرا.